تقديم مراجعات أكاديمية لطلاب شهادة الثانوية العامة وتوفير دعم نفسي ملائم لمساعدتهم على تخطي التحديات النفسية اللي بتواجههم نتيجة ضغوط الامتحانات. انطلقت مبادرة تقدر في 10 أيام في يومها الثاني لمواد العربي والرياضيات والكيمياء اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة في عدد من المدارس، واللي من ضمنها مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بمحافظة القاهرة. بنراجع مواد الثانوية العامة كلها بشقيها الأدبي والعلمي والعلم الرياضة والعلم العلوم، كل مواد الثانوية العامة مجانا عن طريق ماتيريال أو مواد معمولة على إيد أكبر مدرسين موجودين على مستوى الجمهورية. المبادرة زي دي هتدي دعم نفسي كويس جدا للطلبة، بتوفر لهم وقت كبير جدا، بتنظم لهم دماغهم بعيدا عن الدروس الخصوصية كتير اللي خدوها طول السنة. إن أنا أعمل حاجة جاية من الوزارة بتدعم الولاد وتوريهم الامتحان شغال إزاي. المبادرة أقبل عليها وتفاعل معاها كتير من الطلاب اللي شافوا إنها مبادرة إيجابية ليهم، خصوصا مستوى المدرسين والشرح، واعتبروها فرصة كويسة لأي طالب للاستفادة منها في امتحاناتهم. المبادرة كويسة جدا كويسة جدا، يعني هتساعدنا كتير قوي، وبيحل المدرسين كمان كويسين جدا اللي بيجوا يشرحوا لنا. فرصة كويسة جدا طبعا، لأنها بتحدد أهم النقط اللي بتيجي في الامتحان، وكمان ازاي التوقعات اللي بتتحط في الامتحان ازاي نقدر نتعامل معاها. وكمان دي مجانية، يعني مناسبة لكل الطبقات. المدرسين بيشرحوا معاك نقطة بنقطة، ولو ما في اي حد مش فاهم اي حاجة المدرس بيوقف الشرح وبيشرح لك كل حاجة من اول وجديد. في دعم نفسي معاها، فانا شايف ان دي حاجة كويسة جدا حياة كريمة بتقدمها، لان بتخفف علينا التوتر والقلق اللي هو داخل على الامتحانات. المبادرة بتتماشى مع قيم واهداف مؤسسة حياة كريمة، وبتلبي احتياجات المجتمع المستفيد عن طريق عدد من المكونات، وهي المكون الأكاديمي اللي بيتضمن تقديم حصص مراجعة نهائية لطالب الثانوية العامة، والمكون النفسي وهو الإعلان عن توفير خط ساخن لاستقبال شكاوى أولياء الأمور والطالب من الضغط النفسي والعصبي.